أتى الرسول محمد صلى الله عليه وآله ومعه آلاف الوصايا والأحكام، لكنه وقبل رحيله عن الدنيا أوصى أمته بالتمسك بشيئين، وأخبرهم أنهم لو تمسكوا بهما لن يضلوا بعده أبدا. وتعرف تلك الوصية عند كافة المسلمين بحديث الثقلين. إن حديث الثقلين من الأحاديث التي أخرجها الفريقان وأقرا بصحة صدورها عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Huge number of Sunni theologians, scholars, jurists, transmitters of hadith, حفاظ, exegists, مفسرين, they agreed upon this hadith, that yes, that Prophet did say this hadith. Hadith al-Thaqalayn has been mentioned in numerous credible, reliable Sunni sources, plus of course the Shia sources. تكمن أهمية الحديث بأنه يشير إلى عامل عدم ضلال كل متمسك بمحتواه، فيشخص للناس المرجعية الدينية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله التي يجب أن يؤخذ منها الدين والعقائد والفقه والأخلاق والعلوم وكافة الأمور المتعلقة بالشؤون الحياتية والأخروية. وتلك المرجعية الدينية هما الثقلان المذكوران في هذا الحديث. Two weighty things. What are the two weighty things? The Prophet said to his community, إني تارك, I'm leaving behind you. In some narrations, إني مخلف. الثقلين, the two weighty things, two important things. كتاب الله وعترتي أهل بيتي. كتاب الله حبل ممدود بين السماء والأرض وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا وإن اللطيف الخبير أنبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما. ينقل لنا القرآن الكريم وقوع الانحرافات في الأمم التي نسبت إلى الديانات السماوية، ومن أبرز تلك الأمم بنو إسرائيل الذين انحرفوا عن تعاليم النبي موسى عليه السلام خلال حياته وبعد وفاته. ولأن الانحراف غير مقيد بحدود الأزمان، فهو قابل أن يطال الأمم اللاحقة كما طال السابقة منها. لذلك أوصى نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله قبل ارتحاله عن الدنيا أمته بالتمسك بالقرآن والعترة، وركز على ذلك. ولكن ماذا حدث بعد رحيل رسول الله؟ لم يحافظ غالبية المسلمين على القسم الثاني من الوصية، بل أهملوها وفرطوا بها، فحجبت تلك العترة عن موقع الريادة والقيادة والمرجعية الدينية الفقهية والمعرفية، فتشتت المسلمون إلى مذاهب فقهية ومعرفية كثيرة.